السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بحلقة جديدة للعبة Five Nights at Freddy's Fan Game. واليوم عندنا زي ما انتم شايفين Rewritten، هذه طبعا نسخة مختلفة عن النسخة اللي احنا لعبناها. هذه شباب توها نازلة من قبل 20 ساعة تقريبا، وشكرا للشخص اللي قال لي ألعبها. شيكت عليها طبعا شباب، وترى هي ماخذة من الجزء الثاني من لعبة فناف. خلونا نشوفها معاكم، أتمنى أنكم تستمتعوا بالمقطع. إذا الليلة كانت طويلة علي راح نلعب ليلة واحدة، إذا كانت قصيرة علي راح نلعب ليلتين بإذن الله. أيوة بل تشوفوا. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. It's a shame that stuff happened there, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all safety. Okay. They really upped their security budget since last time, and they spent a small fortune on these new animatronics. Freddy. Kind of facial recognition, and something else worth mentioning, kind of modern design of the building. أنا ديت شباب، هذا قام يسولف واجد. Yeah. What? وش صاير؟ This is weird يا شباب. يقدر يطالع فوق ويقدر يطالع تحت، يقدر يطالع قدام واقدر اطالع هنا. Oh my god، لا اللعبة مو بسيطة شكلها، صدقوني. اقدر اطالع بعد يمين، في فنت هنا، شكله في فنتات يجوا من الجهة بعد. اوكي، زي ما انتم شايفين شباب النوت هنا اللي مكتوب هاي جيرمي، هذا صديق اللي قاعد يكلمني بالجوال. اوكي، كتب لي ملاحظة. This is your security logbook. وهذه مجرد تعليمات قاعد يعلمني اياها، وكتب لي ملاحظة طبعا انه لازم يعطيني خبر ان فريدي حساس جدا من اللايت، لا تستخدم عليه الضوء. فريدي يقول احتمال يتجمد. Up and not work for tomorrow. احتمال يتجمد وما يشتغل بكرة، فلا تضوى عليه أبدا. الموسيقى دي ها شباب، دي ها الموسيقى اللي من شوي قتلتني، لازم أعبيها فل. الحلو في هذا الجزء شباب، وما طبعا ما أخذين من الجزء الثاني، الحلو في هذا الجزء ما في بطارية بس في لايت. والشيكا هنا في المطبخ. Oh my god، شيكا تدخل الفنت شكلها، صدقوا في فنت هنا. ايه بتدخل هنا الفنت. اوكي، الحين رفع على الصوت شويه لان هدرته ده ما منها فايده، صدقوا واضح. هذا عندنا فنت هنا طبعا. انا في وين؟ اتوقع انا هنا شباب. اوكي، هذا المكتب حقي شباب. ايوه هذا هو المكتب حقي، بما ان هذه هي الفنت. عندنا فنت هنا وعندنا فنت هنا. شيكا لا واي، البالون يجي شكله بعد. ما اقدر اسوي له ميوت هذا شباب، كل مره يهذر فيها ميوت. صوتي عور الادون. سوي لايت. لا تضوي، لا تضوي. فريدي قال لي الحلو ان ميوزك بوكس ما قاعد ينقص بسرعه. كلوز. شيكا جت، وش اسوي لها؟ او ماي جاد، او نو، وش اسوي يا شيكا؟ ضوى عليها صح؟ اوكي. تويبوني من شوي جاء. الساعة كم؟ الساعة 4. حلو. كاميرا. نشوف الفنتات. جو واي. دي ها. كمان جو 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 جو. جو وش اسوي ياش؟ بليز. بليز. والله الا اعمش. يا الله وش اسوي ياش؟ شيكا جت الحين، شيكا اذا جت هنا عند البوابة اضوى عليها لين ما تمشي. ولا بلبس الماسك. وال يا لحظي يا لحظي. اوكي، بوني يجي من اليمين كالعادة. شيكا بعد شوي بتجي هنا. شيكا نفس الشيء، اذا جت هذه الجهة، اذا جت الفنت المفروض ما اضوى عليها شباب، من شوي ضوت عليها. فالبس الماسك المفروض. الكاميرا نحاول نهتم الى الميوزك. روح للفنت. موجوده الملعونه، بس بعدها ما تجي. الصوت ده غريب. ايوه وصلت الماسك يوسف، الماسك. اوكي
حلو حلو حلو. ساعة كم؟ ساعة 4. تمام. سكر يوسف. او نو او نو انطفى الكا. وش صار؟ او ماي جاد وش سويت انا بالضبط؟ والله البس الماسك. يا رب الليلة تعدي، يا رب الليلة تعدي. اشوا ما ادري وش صار شباب، صراحة ما ادري وش صار. الطاقة تعطلت، كيف رجع الطاقة ما ادري، بس ان شاء الله نعرف بعد شوي. ويك اب وال او نو انا فريدي الحين. اقدر امشي هاد الشيكا؟ انا فريدي شباب الحين. وات او ماي جاد الليلة الثانية وفوكسي هنا. الحين دور فوكسي بيجي. الله يستر في واحد واقف، شوفوا في واحد واقف قدام فوكسي هنا. هذا جيرمي نفسه يضوي عليه قاعد. اوكي الليلة الثانية. Hello. Yeah, I told you your first night wouldn't be a problem. You're natural. Yeah, yeah. By now, I'm sure you've noticed the older model sitting in the back room. Those are from the previous location. We just use them for parts now. The idea at first was to repair them. We even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know. طفت كاميرتي. No. بس خلينا نشوف وش يقول هذا. اوكي اذا جاء فوكسي يقول اضوع عليه بيجي هنا عند البوابه. يس يس الميوزك اهم حاجه يقول. سي يو. حلو انكم ما قمتوا تسولف وايد يا مزعج. فهذه الليله شباب لازم انتبه من فوكسي. ما في ملاحظات هنا بليز، اكتب لي ملاحظات، احتاج ملاحظات. وش سالفه الباور اللي من شوي؟ الباور لا يكون هنا طالع فوق، يمكن في شيء هنا. تصدقوا نروح المونيتور الميوزك. انتبه من توي بوني، انا خايف من توي بوني. ما عندهم مقدمات توي بوني شباب، على طول يهجم. فوكسي يوسف دوها. اوه تشيكا جت. اذا تشيكا جت هنا وي فوكسي عبر. بليز جو 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 جو. اوكي حلو 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 حلو. يوسف الميوزك الميوزك عبي. اسف شباب الفيس كام ما اقدر اقوم الحين، والله ما اقدر اقوم الحين، ما اقدر اضغط ستارت. هاللعبة ما في مجال انك تضغط ستارت، ممنوع. يا طف اللعبة. او نو شباب هذا جاي وش اسوي اياه؟ يا شيخ يا شيخ كيف تتقرب كذا انت؟ لا بموت. لا ما... اوكي فهمت فهمت فهمت. اذا تقرب مره لازم اكون لابس القناع، بس والله انه مزعج. فان تايم فوكسي. يوسف روح للفنت ابرك. يوسف انتبه من هذه. توي بوني مو موجود. ساعة كم؟ 4 ولا في نوتات؟ ليش؟ من اللي يطفي الكهرب؟ او نو واتس جوين اون هير؟ اللي قاعد يطفي الكهرب؟ ام جوينج تو داي. اوه الميوزك يمكن هنا. بليز دونت تيرن اوف انتل يو كومبليت. وش اضغط؟ ايوه اوكي انتظر الميوزك يوسف يا الله ما في وقت للميوزك. يوسف عبي كمان معلقه. يوسف اطلع 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 اطلع. اشوه حسيت انا حسيت. ارجع وعبي عبي الميوزك. ترى الميوزك شباب تتعبى بالبطيء. وام سور الفيس كام ما اقدر اقوم، والله ما اقدر اقوم ما اقدر. شيكا اوكي ما في احد. اشوه شيكا جت من هنا. اوكي لا شيكا ما ادري اضوي عليها هنا ولا ما تمشي، حتى لو اضوي عليها
اوه ماي جاد يس يس الساعه 6 وصلنا ليتس جو ايش وسهله سهله 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 دقيقه بشغل فيس كام شيكي قاعد طالع فيه ولا حتى بوني بعد يا مزعجين جوعانة شيكا جوعانة شباب انا لا اعرف شيكا تطلع هالصوت بس بوني المفروض ما يطلع هالصوت بوني الحين احنا فيه الى هنا راح انهي المقطع اتمنى انكم استمتعتوا هذه كانت ليلتين شكرا على المشاهدة لو سألك الدعم وتشترك في القناة لا توقف جديد فعجل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد